وزارة الأوقاف. أقول لك حاجة، أنت عمرك خدت يعني عمرك شفت فقرة دينية باللغات هنا في مصر؟ يعني مش في ماليزيا، مش في الفلبين، مش في إندونيسيا، مش في أمريكا، مش في هنا في مصر، عمرك شفت فقرة دينية باللغات الأجنبية؟ لا صح؟ طيب الأوقاف الحقيقة عجبوني، بروجريسيف، تقدميين جدا يعني. أو والله بتكلم بأمانة، عجبتني قوي الحكاية دي. ليه بقى؟ ما هو أنا عندي قنوات تلفزيونية موجهة للمشاهد الأجنبي، صح؟ طيب فالمشاهد الأجنبي ده ممكن يبقى فيه بعضهم مسلمين، طيب مهم جدا قوي خالص إن هو يشوف فقرة باللغة اللي هو بيتقنها. فلأول مرة الأوقاف، وزارة الأوقاف دخل بينا على شهر رمضان المبارك المعظم، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، بفقرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل، نايل تي في، قناة النيل الدولية، لأئمة الأوقاف و27 برنامج دعوي إلكتروني وتلفزيوني وإذاعي وتمن مسابقات كبرى متنوعة، حاجة عظمة بصراحة جدا. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أهلا أهلا أهلا، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ يوسف وبكل السادة المشاهدين، وكل سنة ومصر دايما يا رب الخير وسعادة. آمين. فكرة الفقرة الدعوية باللغات الأجنبية دي رائعة رائعة وجديدة، كلمني عنها شوية يا دكتور وقولي الفكرة جات لكم إزاي. سيبني من زمان، خلينا احنا ولاد النهارده زي ما بيتقال. تمام. خلينا ولاد النهارده، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا مجموعه من ائمه وزاره الاوقاف يجيدون اللغات الاجنبيه. حلو. وعلى راسها طبعا اللغه الانجليزيه، الفرنسيه، اللغه الالمانيه واللغه الاسبانيه. احنا يمكن طبعا احنا عشان خاطر يبقى في انفتاح على العالم كله، مش تتكلم بس باللغة العربية في مصر أو الدول اللي بتسمعك باللغة العربية، لكن لابد أن يكون العالم آخر بيسمع ويشوف الدين الإسلامي الوسطي المستنير، يشوف المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، عشان خاطر يبقى كان حصل خلط وكان في نشر لأغاليط كثيرة جدا عن الدين الإسلامي. فأصبح النهاردة إحنا أئمة وزارة الأوقاف يقدمون فقرة دينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية. يمكن أستأذن حضرتك بس أنا هرجع مسافة بسيطة كده، لما كان عندنا مؤتمر المناخ، يمكن إحنا في شرم الشيخ كان عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأئمة، يمكن كان في إشادة كبيرة جدا من السادة أعضاء مجلس النواب والسادة اللي كانوا موجودين وحاضرين، قالوا إحنا فوجئنا إن إحنا وإحنا بنصلي صلاة الجمعة أن بعد الإمامة بيخلص الجمعة لقينا أن واحد بيتكلم وبيقول الخطبة الجمعة، واحد باللغة الإنجليزية وواحد باللغة الفرنسية. فقالوا إحنا كنا مستغربين أن ده بيحصل في مصر. مستغربين مستغربين اتفاجئوا أن ده بيحصل في مصر، أن في حاجة في مصر زي كده. لكن الحمد لله سبحانه وتعالى عندنا كفاءات عالية جدا من السادة الأئمة في اللغات، وزي ما احنا بنقول ان احنا اصدارات وزاره الاوقاف بتترجم الى اكثر من 21 لغه، ده شيء طيب جدا. لكن احنا محتاجين يبقى في كلام من الائمه نفسهم، الناس تشوف الامام نفسه وهو بيتكلم باللغات. فعشان كده احنا في اطار يعني الاستعداد العظيمه الكبرى لشهر رمضان، والتي تشهد لاول مره في الوزاره الاستعداد التام والخطه المنهجيه المدروسه الموضوع عاديتي في التوعية، سواء كان على برامج التلفزيون أو على الفيسبوك أو على كل مواقع التواصل الاجتماعي أو في المساجد موجودة أو في الأندية أو في الشباب، مراكز الشباب والرياضة أو في القنوات الثقافية أو في قصور الثقافة، فموجود وموضوع هذا الأمر في الحسبان من بدري. وعشان كده تم إعداد الفقرة الدينية باللغات الأجنبية والتي تذاع إن شاء الله بإذن الله على قناة النيل الدولية بأئمة وزارة الأوقاف. طيب دكتور هشام، أنا يمكن مشغول شوية بحاجة كده، إيه هي بقى؟
حضرتك عارف اكتر مني انه الولايات المتحدة الامريكية من فترة ليست بالقصيرة على الاطلاق، بل الموضوع يزيد عن اكتر من 70 سنة، كان في حركة اسلامية في امريكا ولكنها كانت حركة متطرفة. انا مش بتكلم على الاخوان خالص، انا بتكلم على ناس زي إيلايجا محمد ولويس فاريكان وما الى ذلك، والناس دي خطابها شديد التطرف، شديد التطرف ومتشددين الى ابعد الحدود. وكنت دايما انا اقعد اتساءل، يعني من ساعه ما اهتميت بالمساله من اكتر من 30 سنه دلوقتي، من 30 سنه تقريبا، احنا ليه ما عندناش خطاب يقف امام هذه الخطابات المتشدده والمتطرفه لمن يرون او يبروزون او يطلقون على نفسهم ان هم دعاء اسلاميين امريكان؟ هل أنا عندي خطاب أقدر أوصله هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الأئمة والدعاة بتوعي اللي يروحوا يخطبوا هناك في المساجد اللي موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية أو بكندا أو أستراليا نيوزيلندا في المهجر يعني يا دكتور؟ صحيح، أحسن كل حضرتك الدول اللي أنت ذكرتها دلوقتي. بالفعل إحنا السنة دي عندنا أئمة مفيدين لغات أجنبية برضو إلى هذه الأماكن لنشر الدين الإسلامي الوسطي الصحيح، وهو وجوده وسط هؤلاء يعني هذه المجتمعات وهذه الفئات، وهو بينشر الدين الإسلامي الوسطي المستنير عشان خاطر يواجه الأفكار المتطرفة والناس اللي هي دايما وأبدا بتقول على الإسلام أنه في أفكار مظلمية وأنه هو في يعني متحجر والحاجات الكتير اللي احنا بنسمع عليها ديتي. بالفعل احنا عندنا مفيدين هذا العام الى امريكا وكندا ونيوزيلندا وبوليفيا وجزر المالديف واسبانيا، عدد كبير جدا من الدول، واغلب هؤلاء الائمه يتقنون اللغات الاجنبيه. ويمكن عشان كده احنا يعني في مسابقه الائمه، المسابقه بتاعه الائمه دلوقتي من منذ تولي معالي الاستاذ الدكتور محمد القاضي جمعه وزاره الاوقاف، مسابقات الائمه في الاول كانت بتبقى مقتصره على الكليات الشرعيه، يعني اصول الدين، اللغه العربيه، كليه الدعوه، كليه الشريعه، لكن هو فتح المجال وقال كليات اللغات والترجمه وكليه التربيه اقسام اللغات الاجنبيه، ده المفروض يبقى موجود الامام المثقف اللي هو صاحب اللغه عشان خاطر يقدر يتعايش ويتعامل مع اصحاب اللغات، وهو ده اللي هيقدر ينشر الدين الاسلامي الوسطي. عشان كده في كل المسابقات بتاعتنا الجديدة بناخد أئمة لغات وترجمة. عظيم جدا، بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.